بالنسبه للشعور ديالي دار الدونه مورا الحجر الصحي ان شاء الله وراء العيد، بالنسبه اش غنقول لك، بالنسبه للحجر الصحي راه هو واجب حيت كنشوفوا الحالات راه بدات تزاد بزاف هنا في تطوان وفي الاخص بالشمال طنجه، انت كتشوف يلاه تشدد الى اخره، وكنطلبوا من الله هذا الوباء هذا ما يبقاش ونعملوا الاحتياطات ديالنا حتى تخرج الجائحه ويكون على خير ان شاء الله بحول الله. طنجه رجعت للحجر الصحي وكنتمنى حنا تطوان ما يرجعش للحجر الصحي لان مدينه تطوان ملتزمين بالحجر الصحي، وكنتمنى الناس عندي نصيحه واحده، الناس يعملوا مسافه الامان وكمامه. بالنسبه لتطوان يعني هي حاله خاصه، فكما تعلمون ان تطوان يعني يقيم فيها الملك محمد السادس يعني لعطله قضاء عطلته الصيفيه، فبالتالي ان الوضع بالنسبه لتطوان سيكون يعني وضع استثنائي وخاص، يعني التطوانيون يعني يتالمون وياسفون لما يحدث في طنجه من محاصره الوباء، وبالتالي يخاف التطوانيين ان يواكب الامر تضييق على الحريات وكذلك يعني تضييق على الباعه المتجولون وكذلك على الفئات العارضه التي تعاني الفقر ولا تستحمل المزيد من التضييق على الحريات. بصراحه يعني ما خصهاش تطوان ترجع لهذا الحجر، لان تطوان يعني قام يعني كتقوم بالواجب ديالها، كما كتشوفوا الناس محترمين هنايا، يعني قايمين بالواجب كيديروا الكمامات ديالهم ويعني كيحترفوا مسافه الامان. بالنسبه لاسترجاع الحجر الصحي فهو في الحقيقه يشكل واحد الاشكال على الشبيبه بالخصوص اللي ما خداماش، يعني اللي ما عندهاش عمل رسمي، فبلا كورونا وكيلقاو الشباب صعوبه باش يخدموا باش يكتفوا بالنسبه للاحتياجات ديالهم، فبالنسبه لكورونا الشباب عموما غيكونوا عبء على الاسر ديالهم. الى رجعنا الحجر الصحي عن ما نبقاو بلا خدمه وغنجلسوا، اذا بلا ما يردونا الحجر الصحي احسن. صعيبه زعما تولي تطون فيها الحجر الصحي، فهمتي؟ حيت الدعوه الصراحه بنادم راه كيعاني والازمه وفهمتي. والله زعما الله يكون في العون. سلام، بعد ما تم الرفع ديال هذا الحجر الصحي ولينا كنشوفوا ان الحالات ماشي كتضاعف، كتضرب في العشرات. والان كنسمعوا ان بعض المدن اللي منها مثلا جارتنا اللي هي مدينه طنجه اللي كتعود للحجر الصحي، وهذا الحجر الصحي عنده اثار كبيره على المواطنين، منها الاثارات اللي هما اقتصاديه يعني الركود الاقتصادي، زياده على ذلك هي الاثارات النفسيه على المواطنين، الناس اللي كيبقاو جالسين في الديور والتوتر والخوف، لان الفتنه كما يقال الفتنه اشد من القتل او اكثر من القتل في حديث اخر. اذا هذاك الجلاس في الدار والخوف وذاك الستريس، لان ديجا ملي كيكون عندك الستريس كتكون عندك المناعه ضعيفه. اذا الى رجعنا لهذا الحجر راه حنا اللي ردينا ريوسنا، ماشي هو اللي رجع، لان حنا كاين واحد التدابير اللي خصنا ناخذوها ما خديناهاش. اللي ردونا حنا غادي مع الدوله، ما غاديش مع الشعور ديالك. الشعور ديالي حنا مرتين، حنا راه حنا مرتين، ما عندنا ما غادي نكون هاد الفئة، ما عندنا ما نديرو الحجر الصحي اللي قالت لك الدولة تدخل ما تدخلش، راه ضروري غادي تدخل لا بدا، ها هي حنا شوية مضرورين، فهمتي؟ أنت تشوف الحالة دابا حاليا، ما كاين لا بيع لا شراء لا حتى حاجة. صعيب علينا شوية، كنا ولفنا كطريدو كنخرجوه، إيوا الحمد لله، إلا ردونا داك الشيء هما كيعرفوا داك الشيء، هما كيسيروا لنا. بالنسبه للحجر الصحي احنا مزيان يرجع، يعني الى رجعوا الحالات ينقصوا، هذه مع اليوم كاين بزاف الحالات كتزاد في تطوان في الشمال، مزيان يعملوا الحجر الصحي مزيان، عاش اللي خصنا يجيبوا فهمتي ديك الفلوس الصناعه يخلصوا من بنادم، ما بقاش بنادم عاود على الله صناعه واش اللي كاين. كنتمنوا ربي يرفع لنا البلاء عن قارب. لا قدر الله غادي يرجعونا للحجر الصحي، تقدر تكون صعيبه علينا، والحمد لله احنا راضيين بهذا الشيء اللي عاد عملوا الدوله، وان شاء الله يكون على الخير. بالنسبه للحجر الصحي واذا رجعنا تطوان لا قدر الله، هنايا ما كنقولوا ما كنتمناوهاش نهائيا، وكنطلبوا من الله اللطف. بالنسبه للمواطنين راه صعيبه عليهم شويه بزاف، راه الناس كاين فقر، ومع ايام العيد كنطلبوا من الله انه ما يرجعش، ولكن واذا كانت هيدا انتشر الوباء بواحد الوتيره كبيره يعني في صالح السكينه باش يرجع الحجر الصحي. بالنسبه لنا اذا رجعوا الحجر الصحي لمدينه تطوان، راه مدينه تطوان مضروره بزاف،
كما كتشوفوا الشباب تطوان كاملين ضايعين، الشباب تطوان كاملين كنشوف انا الدراري اللي كنعرف كاملين مشاو لاسبانيا، كاملين اللي كيغامر بحياته. وهذا الشيء هذا فهمتي ما كيبشرش بالخير. بغينا الدوله تتحرك وتشوف لنا شي مستقبل. باب الديوان اللي كنا خدامين كنترزقوا فيه الله شدوا لنا، الشارع شدوا، كاين اللي عطاوا كاين اللي ما عطاوش. الصراحه ما بقاناش شي امل في هذا البلد، وكنتمنى المسؤولين يتحركوا ويعطيونا شي تعويضات، واخا الشباب واخا شي حاجه بسيطه باش الانسان يجبر كيفاش يتحرك. وكنتمنى هذا الميساج هذا يوصل للمسؤولين ويدعوا لنا شي حاجه.